مدحونها فدرالك الصومالي مدن حسن شيخ محمود أيها همبليا ودري عيدا ماذا بنتلان إلا دقال لما يالشبابا وربحنت وركاسي وحمقالة مقدشة نوغس ودرتي هبا محمود علي مدحونها جمهورية فدرالك الصومالي أهنا تليها قودة عيدا ماذا قلب كسيدا مدن حسن شيخ محمود أيها همبليا ودري عيدا ماذا بنتلان قوليه أي كسو هين دقالك يالشباب كل قلين ديقانا كترسان قبل دن نقال يمدوك ورقرا لو مدحتويدو ايو سو ديرتي ورباهينتا ايو مدحوينو كو شيغي سيدا تن انيغو كو هادلايا مغاعه جمهوريه فدرالكا يا كان عيدمده قلبك سيدا وحان سي ديرن سو دوينيا اوغنا همبليينيا جيتياشا عيدمده بونتلان غوشا تاريخيغا اي كا غارين الشباب ايو يري مدحوينو مدحوين حسن شيخ محمود ايا سيدو كلا شيغي ان قولها اي كاقارين عيدمو دا بنتلان الشباب اي دي رقلين وطاي دمان ومد صوماليات اي دقالك كلا جيرا الشباب تاسين اي دليل وطاي سيدا عيدمو دا بنتلان ايو الدفاعين ديگان دودا وحاو سيدو كلا مدحوينو شيغين وقدم بين الشباب لغا ساري دونو قيبها اي الشباب وليكا سوغن يهين قبلا كاميدا دالكا dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedada dalka ka jira waxa ka midaysan yihiin dagaalka lagu la jiro al shabaab waana waajib in wada saaran inaan taageero buuxda u fidino deegaan walba oo ka mid ah dalka oo qatar kala soo gudboonaata al shabaab waana flacaari markii culayska gobolada kala ka haysta uu kordhay ayay isku dayeen inay goobo kale oo dagaalka furaan taasina waxay noqoto riyo ay beeniyeen ciidamada maamulka Puntland ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeyntii sheegay in ay dawladda ay muhiimada koowaad siinayso dib u dhiska iyo isku dhafka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u hantaan amniga guud ee qaranka hibe maxamuud cali tv ga sbc magaalada caasimadda ee muqdisho